هكذايا تسمعوا مليح وتعاودوا الطبشه. انا راني خادمه ديجا دونك من بعد نشوفوا الى كيف كيف ولا لا لا. طبسي من الاول طالع شغل واحد اشكاليه مخدوم بالبنس والموز شحال من تقنيه اللون الاول للعين ثلاثة صناف والاخضر لابيري تاع فلافل حبه فلافل مكسر مربعات مزربعه مخدومه بفلفل حار راس حانو داير الدير ويغلب شويه كمون قبل ما يولي مر ربع البصل طايب بقشورو يذوب فلفل زبده بعطورو محمر من جهتين خول مومو العين فوق مقروطه خبز الدار هو وخوه مربعين داوي بالزعتر والثوم في السكر محروق بنتو الدوم صدر حمام محمر في المقلة بلون وردي الحم الطري والحالة متبلة طيب بكيسو في ما سخون ما لازمش يغلى كما يقولوا في وهران غيب عقله تك الطير على فوم على بالي ماشي مفهوم تصوره هو طحينة خفيف كيس سحابة متوازن بنتو بنينة طبسيكا ياسمين لازم تجوعينا كما قلنا طحينة بلا كريم والسيطرو مخدومة بوحد الحية يسموها السيفون كملوا البدع بلا صوص شهينا يا رفيق بدريساج ما نفهموش خدموها بالعظام الهي وحبت الحلاوة وكي تعقد مليح طلعوا بها المستوى زرعوها بكل مكان بعتوا بها براوات كي نجي نطيب نزهة ما نخاف على بيها نايا ماستر شاف بيها انت يا ماستر شاف. ما تفهمش اسكو قاعد تسمع وتدخل في الريتم هذاك ديالو شغل تبدا تبوجي غير بالعقل برك ولا تكونسونطري وتيدي شيفري وشو يقول لك سيت نغمض عيني باش نسمع وشنو كان داخل رفيق صغير كان يشطح ديرونجاني شويه ديسكريبسيون كلش ضربه واحده